بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن كو ميلك الرجي، يعني كلمتين على السريع كده علشان برضو يبقى فيه فكره متكونه. تمام، ان شاء الله باذن الله في 10 دقائق نخلصه. كو ميلك الرجي او اللي اسمه الكو ميلك بروتين الرجي، حساسيه الالبان. تمام، طيب الديفينيشن بتاعها هو يعرف ب ان ابنورمال او ان ديزايرد اميون ريسبونس. يبقى لازم داخل معانا هو الرجي، يبقى داخل معانا ايه الاميون سيستم في الموضوع. تمام، يبقى undesired immune response triggered in a sensitized individual. لازم يكون الطفل دلوقتي sensitized. تمام، بتحصل امتى الريسبونس دي؟ after exposure to cow's milk protein. المشكله كلها في الكاوز ميلك، البروتينز اللي فيه. تمام، خصوصا الكازين والواي بروتين اللي هو السائل اللي بيتبقى بعد ايه الفصل الدهون والجبنه. تمام، اللي يتبقى السائل اللي يتبقى اسمه اللي هو الواي بروتين. تمام، طيب ده الموست كومن كوز اوف فود الرجي ان ذا بيدياتريك بوبيوليشن. هو ايه الكاو ميلك ايه الرجي؟ خلاص، في شويه فاكتس كده لازم نعرفهم. ان الكاوز ميلك بيحتوي على اكتر من 20 بروتين الرجينز. تمام، ال 20 بروتين او الاكتر دول ليهم خاصيه الايه، ان هم جسم بيحسس منهم. تمام، طيب الكازين فراكشنز بالذات الالفا اس 1 والالفا اس 2 كازين والبيتا كازين ومعاهم البيتا لاكتو جلوبيولين ار ذا مين الرجنز اللي موجودين في الكاوز ميلك. تمام، طيب سيبنا من الرياكشن تو بوفن سيروم البيومين، بيستخدم في المعامل برضه بيعمل حساسيه. اكوردنج تو سبيجن اليوروبيان سوسايتي اوف بيدياتريكس جاسترونترولوجي هيباتولوجي اند نيوتريشن، دي منظمه او رابطه عملت تقدير كده للكاو ميلك الرجيك بيشنت اللي هم هيحصل لهم تولرانس على سن 12 شهر حوالي 50%. يبقى 50% من الاطفال اللي هم عندهم كاو ميلك الرجي ويل ديفلوب تولرانس ايه تو كاو ميلك بروتين باي ايج اوف ايه 12 شهر، وده السن المتوقع للريليف ان شاء الله. بعد كده اهو لو ما حصلش ده يبقى مور ذان 75% على سن 3 سنين يحصل لهم تولرانس، مور ذان 90% على سن 6 سنين. تمام، وهو ديزيز اوف انفانسي اند ايه يونج انفانس اند تشايلد هود. تمام، طيب نوع الاميون ريسبونس ايه؟ ممكن تبقى اي جي اي ميديتد، ممكن يبقى نون اي جي اي ميديتد، دول اهم نوعين. خلاص، طيب الموست كومن اي جي اي ميديتد مانيفستيشن هي ايه؟ بايه الاي جي اي ميديتد دوتي باللايف ثريتنينج بقى اللي هم ايه الاكيوت ارتكاريا والانجيو اديما انافيلاكسيس وايه وممكن ايه انجيو اديما. خلاص، ده اللي إيه؟ لما اسمع الحاجتين دول او طفل حصل له حاجه من الاثنين دول يبقى ده اي جي اي ميديتد على طول. تمام، طيب النون اي جي اي ميديتد الموست كومن مانيفستيشن بتاعته ممكن تبقى جي اي تي او سكين او الاثنين مع بعض. تمام، السكين في صوره اتوبيك ديرماتايتس مثلا سيفير نابكن. تمام، طيب الكلينيكال مانيفستيشن كاو ميلك الرجي از موستلي ا ديزيز اوف ايه زي ما قلنا انفانسي اند ايه ايرلي تشايلد هود، لان غالبيه الاطفال بيحصل لهم تولرانس على 6 سنين. افكتد انفانت بريزنت يوجوالي في اول 6 شهور من العمر وقت الانترودكشن بتاع الكاو ميلك. The majority of infants develop symptoms في أول شهر أو قبل أول إيه شهر من العمر. تمام؟ Often within first week after introduction of إيه cow's milk، بعد أسبوع من دخلنا الإيه الكاوز ميلك بروتين. تمام؟ في الدايت. However the breastfed infant مالهم can also be affected by لو الأم نفسها أخذت الإيه ال dairy product. تمام؟ by dairy product ingested by the mother. خلاص كده؟ طيب، ولازم هنا يتطلب الموضوع ان الام برضو هتاليمينيت الدايت دوت. majority of affected children مالهم have one or more symptom involving one or more organs زي السكين والجي اي تي. طيب السكين والجي اي تي، الجي اي تي زي ايه؟ زي ابدومينال كوليك. تمام، ريجيرج، فوميتنج، اريتابيليتي، فيوسينس، ريفيوز تو فيد. تمام، كل مره بيرضع الكاوز ميلك بيحصل له كده فيبطل يرضعه. خلاص، السكين في صوره سكين الرجي، سكين مانيفستيشن زي الارتكاريا او الايه او الدرماتايتس، نابكن درماتايتس كمان سيفير. طيب النون اي جي اي ميديتد كلمتين عنه، بيحصل امتى؟ لما الطفل يرضع دلوقتي وبعد ايه بعد ساعتين من الرضاعه تبدا المانيفستيشن تظهر. يبقى ده موستلي ديلايد رياكشن ذات اوكير بيوند تو اور ايه فولونج انجيشن. طب الحاجه الثانيه يوجوال انفولف الجي اي تي اكتر. تمام، اند اور سكين في صوره اتوبيك درماتايتس. طب والجي اي مانيفستيشن زي ايه؟ زي الريجرجيتيشن الجرد مع ايه؟ مع فوميتنج، كراينج عنيف، فيوسينس، ممكن بور ابيتايت. تمام؟
طيب الماجوريتي اوف رياكشن ده مايل تو مودريت رياكشن الحمد لله، وممكن ده يعني يوجوالي ريزولف باي 1 يير زي ما قلنا، ده من ضمن ال 50% اللي هم هي ايه هيتوليريت على ايه على سن سنه. الدياجنوستيك تيست لما نعملها لما نعمل الاي جي اي ونعمل السكين بريك تيست نيجاتيف، ده ايه النون اي جي اي ميديتد. تمام. طب الاي جي اي ميديتد بقى اللي اشك فيه ده جنرالي اوكير ايه اول ما ياخد الرضاعه، تمام، وذين مينيت اب تو 2 اور اوف كاو ميلك بروتين انجكشن، اول ما ياخد الكاو ميلك بروتين ايه في خلال دقائق ماكسيمم ساعتين يكون دخل في الايه في الاعراض. تمام. سيمتومز زي ايه؟ زي الارتكاريا والانجيو اديما، تمام، ويز فوميتنج اند ويز ايه ويزنج، ممكن ياخد شيست كمان ويزنج. تمام. ده سجستيف اوف ايه اي جي اي ميديتد كاو ميلك الرجي. الكاو ميلك الاي جي اي ميديتد ممكن يحتاج سمول اماونت اوف ميلك از ريكوايرد تو اندوس ايه رياكشن. تمام. طيب ريز ليفل الدايجنوز بتاعه لما اعمل اي جي اي سبيسيفيك اي جي اي انتي بودي يلاقيه ريز ليفل. تمام. لو عملنا السكين بريك تيست يبقى ايه هشوف لارج ويلز بعد التيست. تمام. يبقى سكين بريك تيست انديوسز ايه لارج ويلز، الاثنين دول يقولوا لي ان ده اي جي اي ميديتد. خلاص. طيب التشيلدرن ات ريسك اوف نوت ريزولفينج ذا بروبلم، مين هم اللي هو علاجهم هيبقى رخم والموضوع هيطول معاهم؟ الناس اللي هم الاي جي اي ميديتد كاو ميلك الرجي اللي عندهم هاي ليفل اوف ميلك سبيسيفيك اي جي اي انتي بودز. تمام. طيب واللي هم عندهم الرجي لاكثر من نوع من الفود، مالتيبل فود الرجي. تمام. والناس اللي عندهم كونكوميتنت ازمه، عندهم انذر الرجيك ديزيز زي الازمه او الالرجيك راينايتس. خلاص كده. طيب الاسبيجن حطت الجوريزم علشان ايفالويت الانفنت والتشيلدرن اللي هم عندهم سيمتومز كومباتيبل ويز دايجنوز اوف كاو ميلك الرجي. تمام. هيجي بيرضع كاو ميلك وجايب جي اي سيمتوم او مانيفستيشن ريجيرج فوميتنج كوليك فيوسنس ريتابيليتي. تمام. وبعد كده ريفيوز تو فيد ومعاه ايه سكين مانيفستيشن، اشك ان ده كاو ميلك الرجي. نعمل ايه من بعد الهيستوري اكزامينشن واللاب تيست؟ اول حاجه نعمل دايجنوستيك اليمينيشن دايت. تمام. دايجنوستيك ايه يعني؟ عملنا اللاب تيست لو طلعت بوزيتيف او نيجاتيف كده كده هندخل في مرحله الايه يعني. بس قبل اي حاجه نقول يعني لو في الهيستوري والاكزامينيشن انا خايف من الانافيلاكسز اللي حصلت مع الاي جي اي ميديتد. تمام. لو الاي جي اي بوزيتيف وسكين تيست سكين بريك تيست بوزيتيف دايجنوستيك اليمينيشن للدايت. تمام. دايجنوستيك اليمينيشن كده كده هنعمل في الاول دايجنوستيك اليمينيشن ونشوف، لكن اللي حصل له انافيلاكسيس. تمام. ده كاو ميلك بروتين اليمينيشن اند تيست فور السبيسيفيك اي جي اي، ده لو ما كنتش عملته. تمام. طيب لو طلع بوزيتيف يبقى ده كاو ميلك وده ايه الرجي وده ثيرابيوتيك اليمينيشن دايت لازم نمنع. تمام. طيب لو كان سبيسيفيك اي جي اي نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، تمام، نعمل ايه بقى؟ نعمل الاورال تشالنج. احنا كنا مانعين، لو كان الاي جي اي نيجاتيف يبقى ان شاء الله نط اي جي اي ميديتد، يبقى نعمل ايه؟ نعمل الستاندرد اورال تشالنج ايه وسكاو ميلك بروتين. تمام. لو الاعراض رجعت يبقى ده ايه ده كاو ميلك وان ايه ثيرابيوتيك اليمينيشن دايت. خلاص كده. طيب ده بالنسبه للناس اللي حصل لهم انافيلاكسس في الاول. طيب لو العادي دايجنوستيك اليمينيشن دايت، نشيل او نمنع منتجات الالبان. تمام. وبعد كده لمده 2 ل 4 اسابيع ونشوف، لو نو امبروفمنت اوف كلينيكال سيمتوم يعني السيمتوم ما زالت موجوده ده مش كاو ميلك. تمام. يبقى نو كاو ميلك اليمينيشن دايت، يبقى ايه نشيل خلاص كده ده مش كاو ميلك الرجي. تمام. ولكن لو انا منعت وحصل امبروفمنت للسيمتوم طب اعمل ايه؟ اعمل الاورال تشالنج ايه وسكاو ميلك بروتين. تمام. عندي احتمال من الاثنين، لو رجعت يبقى انا لما منعت الاعراض راحت، ولما رجعت الاعراض رجعت يبقى اعمل ثيرابيوتيك اليمينيشن للدايت وان ده كاو ميلك ايه الرجي. انما لما منعت الاعراض راحت ولما رجعت الكاو ميلك بروتين الاعراض ما رجعتش تاني يبقى ده مش كاو ميلك ايه بروتين الرجي، وان احنا نعمل ايه نرجع نو كاو ميلك بروتين اليمينيشن دايت. تمام. ما نكملش الاليمينيشن. تمام. يبقى هنا عدم المنع. نقول تاني هيستوري اند فيزيكال اكزامينيشن متماشي مع الكاو ميلك الرجي. تمام. في انافيلاكسيز مش راح اعمل الاي جي اي ميديتد، مش راح اعمل السبيسيفيك اي جي اي، اروح اعمل ايه اليمينيشن على طول كاو ميلك بروتين الرجي اليمينيشن. تمام. واعمل تيستنج لمين؟ للاي جي اي. تمام. طيب وانا مانع وعملت التيست
التست ده طلع بوزيتيف يبقى ده كاو ميلك الرجي واكمل منع اي جي اي ميديتد. لو طلع الاي جي اي ده نيجاتيف خلاص انا منعت، ارجع اعمل ايه بقى؟ الاورال تشالنج تيست جوز كاو ميلك بروتين. لو رجعت الاعراض يبقى ده ايه؟ ده كاو ميلك الرجي واكمل ثيرابيوتيك اليمينيشن للدايت. تمام؟ طيب نرجع تاني، ده في الانافيل ده اللي حصل له انافيلاكسس في الاول، ده السيفير فورم. انما في هيستوري اكزامينشن برضه ماشي مع كاو ميلك، اروح اعمل دايجنوستيك اليمينيشن للدايت. تمام؟ دايجنوستيك اليمينيشن لايه؟ للدايت. تمام؟ طيب لو كان حصل بعد الكاو ميلك انتيك ايرلي مانيفستيشن زي الفوميتنج او ليت مانيفستيشن بعدها باسبوعين زي الاتوبيك اكزيما، امنع لمده اسبوع او اثنين. لو حصل جي اي سيمتوم زي الدايريا او الكونستيبيشن الاسبوعين لاربع اسابيع، يعني من الاسبوعين لاربع اسابيع. تمام؟ طيب لو حصل انا منعت دلوقتي، لو السيمتوم لسه موجوده نو امبروفمنت اوف كلينيكال سيمتوم بالرغم من ان انا عملت كومبليت اليمينيشن للكاو ميلك بروتين، يبقى ده مش كاو ميلك ايه؟ الرجي. وهنا نعمل ايه بقى؟ نو كاو ميلك بروتين اليمينيشن دايت، مش هنشيله من الدايت. انما انا منعت وحصل امبروفمنت للكلينيكال سيمتوم، طب اعمل ايه؟ ارجع اعمل ستاندردايزد اورال تشالنج. ايه تشالنج؟ ويز كاو ميلك بروتين. هيحصل احتمال من اتنين. تمام؟ يا اما الامبروفمنت هيكمل، تمام الامبروفمنت هيكمل، يعني ايه؟ يعني ايه امبروفمنت اوف كلينيكال سيمتوم؟ يعني لما اجي اعمل تشالنج ما يحصلش سيمتوم، ده النيجاتيف. تمام؟ يبقى ده مش كاو ميلك. انما انا عملت مانع وجيت اعمل الاورال تشالنج بالكاو ميلك بروتين، ادخل كاو ميلك بروتين الاعراض رجعت، يبقى ده ايه؟ ده كاو ميلك، واكمل ثيرابيوتيك اليمينيشن للدايت. تمام؟ مانجمنت اوف كاو ميلك الرجي، طبعا اول حاجه افويدنس اوف كاو ميلك بروتين ان اني فورم از ذا اونلي افيلابل ايه تريتمنت. الحاجه الثانيه ان كيس اوف بريست فيد انفانت، الام برضو لازم تمنع الديري برودكت علشان ما تنزلش. طب لو اكلت الديري برودكت يبقى قدامه 72 ساعه لغايه ما يبقى كليرد من الايه؟ من البريست ميلك. طب تاخد، احنا منعنا الديري برودكت اللي فيها كالسيوم، فالام تاخد كالسيوم ولا لا؟ غالبا هتاخد كالسيوم علشان ايه؟ كسبلمنت يعني، ان احنا منعنا الايه؟ تو ريبليس الميلك انتيك. الحاجه اللي بعد كده اهو لمده الاطفال فور انفانت 6 مانثس اولد او اقل من او يساوي 6 شهور. تمام؟ الريكومندد فورمولا فور كاو تريتمنت اوف كاو ميلك الرجي هي الاكستنسفلي هيدرولايزد فورمولا. تمام؟ او الامينو اسيد بيست فورمولا، يبقى اقل من او يساوي 6 شهور ما قدامناش غير الاكستنسفلي هيدرولايزد بروتين او الايه الامينو اسيد ايه بيست فورمولا. خلاص؟ طيب لو اكتر من 6 شهور ممكن الصويا بيست فورمولا، الصويا فورمولا مالها كود بي ترايد بارتيكولارلي في مين؟ في الاي جي اي ميديتد كيسز. خلاص؟ طيب which formula and to whom، لمين نختار ايه ولمين؟ في فورمولا كتير. طب عندنا الاكستنسفلي هيدرولايزد فورمولا دي مالها؟ الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك عرفت الاكستنسفلي هيدرولايزد فورمولا دي على انها تحتوي على اونلي اوليجو بيبتايد اللي الموليكولار ويت بتاعها اقل من 3000 دالتون. تمام؟ 3000 دالتون ماي اسمها اوليجو بيبتايد، اقل من 3000 دالتون. خلاص؟ طيب وحوالي 90% من الاطفال اللي خدوها ما اشتكوش من اي كلينيكال سيمتومز. يعني initial exclusive feeding of an extensively hydrolyzed formula is the treatment of choice for infant suspected of having cow milk allergy suffering from mild to moderate A disease. تمام؟ المايلد والمودريت اللي هو غالبا النون اي جي اي اللي جاي بجي اي تي وسكن. تمام؟ الانيشال اكسكلوسيف فيدنج هو مين؟ هو الاكستنسفلي هيدروليزد فورمولا. تمام كده؟ طيب اللي انا شاكك فيهم ان هم كاو ميلك ايه؟ الرجي وعندهم مايلد مودريت للاعراض. تمام؟ طيب مشكلته بقى التيست بتاعه مش مقبول عند اطفال كتير ومش هيكملوا النيدد كوانتيتيز فور جروس. فبداوا ان هم يستخدموا مكانها مين؟ الامينو اسيد بيز فورمولا، احلى في الطعم بس غاليه شويه. تمام؟ طيب اكستنسفلي هيدروليزد فورمولا لما قارنتها بالامينو اسيد فورمولا مالها؟ هي ريكومندد فور انفانت ويز اي جي اي ميديتد كاو ميلك ايه؟ الرجي. بس مين هم؟ اللي هم ات لو ريسك، يعني اللي ما دخلوش في انافيلاكسيز. تمام؟ واللي هم اخدوا قبل كده الاكستنسف او بالفعل ريسيفنج ان اكستنسف هيدروليز بروتين فورمولا وما حصلهمش اي مشكله. تمام؟ دول اللي ايه؟ اللي كملوا على دول الاي جي اي ميديتد ات لو ريسك اوف انافيلاكتيك ريأكشن. تمام؟ ياخدوا الاكستنسف هيدروليز فورمولا. ادي كلامنا عن اول فورمولا ايه هي وتتاخد لمين.
الفورمولا الثانيه اللي هي الاسيد بيزد امينو بيست اسف امينو اسيد بيزد فورمولا، تمام؟ دي بروفايد بروتين اونلي في صوره فري امينو اسيد، فري امينو اسيد وما فيهاش بيبتايد، تمام كده؟ امينو اسيد فورمولا مالها؟ may be used as first line treatment for cow milk allergy، تمام؟ ليه؟ قلنا علشان يعني in replacement of extensively علشان الطعم بتاعها، تمام؟ بس مشكلتها ان هي high cost شويه. ان امينو اسيد rather than، يعني لو الكوست بتاعها كويس كانت تستخدم في first line خلاص. ان امينو اسيد rather than extensively، هناك استخدمنا extensively عن او recommended عن الامينو اسيد في الناس اللي هم اي جي اي ميديتد بس كان عندهم لو ريسك اوف انافيلاكسيس. الامينو اسيد لا، هتستخدم في الاطفال اللي عندهم او السسبكتد اي جي اي ميديتد كاو ميلك الرجي ات هاي ريسك ايه اوف انافيلاكتيك رياكشن. طب اعرفهم ازاي اللي هم ات هاي ريسك اللي هم بالفعل حصل لهم هيستوري اوف انافيلاكسيس او اند كارنتلي نوت ريسيفنج، ما خدوش الاكستنسفلي هيدرولايزد ايه بروتين فورمولا. يبقى خلينا في السيف سايد اللي هي مش هتعمل اي مشكله، الامينو اسيد بيزد فورمولا، تمام؟ طيب وات اباوت الصويا بيزد او صويا بروتين فورمولا؟ الصويا بروتين فورمولا النورث امريكان سوسايتي فور بيدياتريك جاسترونتولوجي وهيباتولوجي والنيوتريشن اللي هي الاسبيجن ريكومندز ايه؟ ريكومندز اجريزت او الريكومنديشن بتاعتها وافقوا ان احنا نستخدم الصويا فورمولا، تمام؟ للاطفال اكثر من 6 شهور، انما قبل 6 شهور لا. يبقى اجريز ذات صويا فورمولا shouldn't be used in infant with food allergy under 6 months of age. ولكن ليه بقى under 6 months of age؟ because of their low او نعدي حته ليه؟ المعلومه الثانيه because of their lower cost and the better palatability، طعمهم كويس والكوست بتاعتهم اقل من اللي فاتوا، تمام؟ عن الاكستنسيف هيدرولايزد وعن الامينو اسيد. مالها الصويا بيزد؟ الصويا بيزد بروتين فورمولا مالها؟ could be considered for use in patient with food allergy بس اللي هم الاكثر من كام؟ 6 شهور. يعني اختصارا كده الصويا بروتين فورمولا ما بتستخدمش قبل 6 شهور في الكاو ميلك الرجي، انما ممكن تستخدم اي بعد 6 شهور، تمام؟ طيب الانفنت ويز اي جي اي ميديتد كاو ميلك الرجي ار مور لايكلي تو توليريت الصويا فورمولا عن الباقيين زان زوس ويز ايه النم اي جي اي ميديتد، تمام؟ طيب وات اباوت البارشال هيدروليزد فورمولا مالهاش اي رول في الايه في الكاو ميلك؟ لا في تريتمنت ولا في ايه في بريفنشن. الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك ديفاين عرفت البارشال هيدروليزد فورمولا ان هي فيها مايكرو يعني البيبتايد اللي فيها الموليكولار ويت بتاعته اكتر من 5000، انما في الاكستنسفلي كانت اقل من كام؟ من 3000، تمام؟ طيب this formula shouldn't be ها المهمة دي this formula shouldn't be used for treatment of suspected أو proven cow milk allergy or for the diagnostic exclusion diet. مهمة الجملة دي، تمام؟ يبقى this formula shouldn't be used for treatment of لا suspected cow milk ولا proven cow milk. خلاص كده؟ طيب ماشي. preparations based on unmodified milk of milks from other mammalia، يعني ما نستخدمش لا شيب ولا بفر ولا هورس ولا كامل ولا جوت ميلك، تمام؟ او unmodified soy او rice milk shouldn't be used ايه to treat the cow milk ايه allergy because ليه؟ علشان their high rate of possible allergic cross reactivity زائد ان هم القيم الغذائيه بتاعتهم insufficient. طيب عايزين كالسيوم للاطفال اللي عندهم كاو ميلك الرجي، الكالسيوم سبلمنت لو اللي هو بياخد كميه فوليوم اقل من 500 مللي ده لازم ياخد سبلمنتد بكالسيوم، تمام؟ كالسيوم سبلمنتيشن از ريكومندد. ما دون ذلك هي الفورمولا فورتيفايد بالايه بالفيتامين دي والكالسيوم، تمام؟ طيب ديوريشن اوف ميلك اكسكلوجن دايت بيقول لك ايه بقى؟ يعني لغايه امتى هنكسكلود او هنيليمينيت الكاو ميلك؟ Once an infant is diagnosed as having cow milk and is placed on an exclusion diet, re-evaluation امتى بقى؟ لو كان سنه اقل من سنه هشوفه كل 6 شهور، تمام؟ لو سنه اكتر من سنه يتشاف كل 6 شهور او كل سنه، تمام؟ ونقيم بقى ونشوف الدنيا اخبارها ايه، تمام؟ لو free of symptom نبدا ان احنا نعمل عمليه اسمها تصعيد المنتجات، الرابطه الانجليزيه للحساسيه والمناعه، انا جايب اسمها بالعربي اللي هي ليها اختصار.
اقترحت حاجه اسمها سكاليشن اوف برودكت، تمام، اللي هو ايه، هو كان حساس كاو ميلك الرجي، وكنا عاملين اليمينيشن للكاو ميلك، نبدا ندخل منتجات داخل فيها الكاو ميلك، يعني مش كاو ميلك بيور، لا داخل فيها كاو ميلك اللي هو بنسميه سلم الحليب، تمام. يعني لما نيجي ندخل منتجات الالبان من تاني للطفل اللي عنده حساسيه، حساسيه الالبان، يبدا الادخال بمنتجات ايه اللي هي مخبوزات، اللي هي الباكد ميلك برودكتس، تمام، دي منتجات اقل حساسيه. وبعد ذلك اف ويل توليريتد مور الرجينيك برودكتس مالها كان بي ري انتروديوسد بروجريسيفلي، تمام، ليفنج فور لغايه ما نوصل للانكوكد تشيز والايه والفريش كاوز ميلك، which should only be introduced in children with demonstrated full tolerance to bagged milk product. تمام كده؟ طيب ما حصل لهمش، بدأنا معاهم سلم الحليب سنة سنة لفوق، ما بيحصلش تحسس لغاية ما وصلنا للإيه؟ للفريش كاو ميلك، تمام؟ At present there is lack of convincing scientific evidence، مهمة الجملة دي، indicating that delayed introduction of potentially allergenic food، يعني ان انا اخر دخول الاطعمه ذات الطابع الحساس زي الكاو ميلك بروتين، البيض، البيناتس جوز الهند، التري ناتس او الفيش او السي فود السمك وحاجاته، تمام، بعد 4 لـ 6 شهور reduces allergies in infant اللي هم يعني suspected ان هم او at increased risk for development of cow milk ايه allergy او allergic disease، تمام. طول ما انا ما عنديش ايفيدنس ان الطفل ده حساس، يبقى ايه مفيش، ملوش لزوم ان انا اخر دخول الاطعمه ديت، تمام، مفيش دليل يقول ان انا لو اخرت يبقى ايه هقلل الريسك اوف ايه ديفلوبمنت اوف اليرجيك ديزيزز اللي ممكن تحصل للطفل ده، تمام كده. وات اباوت بروبايوتيك مي هيلب فور اكويزيشن اوف تولرانس، دي ممكن تساعد في الايه، في اكتساب التولرانس، ان عدم التحسس او ان يحصل هابيتويشن للميون سيستم ان هو ما يحسش من الايه، من الكاو ميلك برودكت، تمام. بس دي وان راندمايزد كلينيكال ترايل اتنشرت في ال WAO الورلد الرجي اورجانيزيشن، تمام، او هي اللي قالت كده. ولكن ال WHO قالت ايه قبل ال WHO، لو انا هضيف البروبيوتيك بيتضاف مع الاكستنسيف هيدرولايزد كازين فورمولا، خلاص. لكن ال WHO ريسنتلي كونكلودد ذات، قالت ايه بقى، as of today no single probiotic supplement or combination of them has shown to dramatically ان هو يأثر على الكورس بتاع الالرجيك مانيفستيشن او اللونج تيرم اوت كام ان ا بيرمننت واي، تمام. يعني من الاخر طبقا للجمله الاولى بتاع ال WAO، عايز تضيف عادي مفيش مشكله، ال WHO قالت ان هو ما فيش رول يعني، تمام. ادي اللينك اللي جايبين منه الموضوع على الريسيرش جيت، اللينك بتاعه موجود في الاخر اهو. الموضوع عظيم ولذيذ وبرضه فيه ديتيلز كتيره، فده يعني ايه ان شاء الله باختصار، واسف ما كانوش 10 دقائق، 20 دقيقه، 22 دقيقه. شكرا.